حضرتك جاي النهارده عشان تشارك فيها فن؟ اشارك في دستور بلدي. قلت نعم ولا لا؟ قلت نعم. ليه؟ نعم بكل المعاني، لازم البلد تقف على حيلها. نعم يا فن. استفتاء ان شاء الله. نقول الدستور نعم. حضرتك قريت الدستور؟ اطلعت على أغلبية المواد. هتقول نعم ليه؟ نقول نعم، احنا عاوزين البلد تصح مش على حالها. عايزين كمان الخير يعم على البلد، الهدوء والامان والاطمئنان. شايفين ان عملية الانتخابات في الدستور، شايف ان هي عملية يعني هتقدم البلد لقدام؟ اكيد ربنا يكرم، احنا جايين عشان البلد تستقر، يعني جايين عشان خاطر يعني ما الله ما فيش حل تاني، لازم نقول نعم وربنا يكرم في اللي جاي يعني. وانت قلت ايه؟ ولا نعم. انت لسه ما انتخبتش؟ لا انا لسه السنه الجايه ان شاء الله. ولو كنت عايز تنتخب كنت هتقول ايه؟ نعم. شكرا يا شباب. قولي ايه للدستور؟ نعم 100 نعم. ليه؟ عشان ربنا يوفقنا في العمل والخير ونمشي في بلدنا تستقر. ليه قلت نعم؟ عشان جربتهم مره فما عنديش استعداد اجربهم مره تانية. وانت قلت ايه؟ قال نعم عشان يبقى مستقبله احسن. كان ليه في طابور عشان خاطر شغل؟ لا انا لسه جاي من الشغل وما وقفتش كتير. حضرتك يعني ايه اللي خلاكي تيجي تدرسي؟ اولا علشان ولادي ومستقبل ولادي طبعا، علشان مصر اول حاجه طبعا، بس طبعا عشان مستقبلهم وعلشان تبقى ليا كلمه. بعض الناس عايزيني مراه، فلازم يبقى ليا كلمه في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، لان انا قريت لقيت فيه حاجات افضل بكتير من دستور 71. حضرتك قريت الدستور بالفعل؟ قريته، لقيت فيه حاجات افضل كتير من دستور 71 بالنسبه للطفل وبالنسبه للمراه طبعا، واهم حاجه بالنسبه للمواطن. بالنسبه للمواطن لان دي كانت اهم حاجه واحسن حاجه بصراحه عجبتني في الدستور ده. يعني انت حضرتك نازله بتقولي ايه للدستور؟ بقول نعم. قلت نعم ولا لا الدستور النهارده؟ قلت نعم. ليه؟ عشان الشعب المصري يعمل نبقى في استقرار وفي امان، والشباب تشتغل والغلبان ياكل. ربنا يوفقك يا ربنا يخليك ويوفقنا جميعا.